أعزائي المشاهدين، فكل مكان برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معي عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات الجمعة الموافق 20/10/2023. توقعات برج الدلو، عليك انك تحذر من انك تدخل في اي مشروعات جديدة في الفترة دي، ممكن تبقى بترهقك جسديا وبتزيد الحمل عليك ماديا. هتبتدي تواجه كتير من المهمات غير التامة اللي بتبقى الزامي عليك. احوالك النهاردة مش كويسة مع حبيبك بسبب نقدك الدايم لي، ده بيدفعه انه ينسحب بشكل تدريجي من العلاقة. عشان كده حاول انك تصلح الامور ما بينك وبينه في اقرب فرصة ممكنة. توقعات برج الحوت، عندك شخصية موهوبة جدا مثيرة للإعجاب، هتخطف الأضواء من الجميع، بما في كل ده النوايا الطيبة مع الناس المعارضة ليك. هتبتدي تفشل في إدراك الأوجه المتعددة للعلاقات، وإن عندك فرصة عشان تتحرك في الأوساط المثيرة واللي هتتسم بالتحدي، وهتقرب من شخص كنت معجب بيه بشدة من سنوات كتير. هتبقى سعيد لحد كبير مع الشخص ده.